عاشت السيدة عائشة المنوبية في تونس في القرن الثالث عشر ميلادي. كانت امرأة شجاعة ذكية وكتتميز بشخصية قوية، بالإضافة لأنها كانت امرأة جميلة. رفضت الزواج وضحات بحياتها الشخصية إيمانا منها بالرسالة ديالها. السيدة عائشة كانت كتختلف من الصغر ديالها على البقية، كانت متعطشة للمعرفة والحرية، ولكن في هذاك الوقت كان صعيب على بنت من بنات الشعب أنها تبرز وتقول الكلمة ديالها، ولكن بفضل الإرادة والعلم ديالها استطاعت تحمل مشعل النضال وتكسب احترام الجميع. عاشت السيدة عائشة 76 عام، توفات يوم الجمعة 21 رجب عام 665 هجرية. السيدة المنوبية سخرت حياتها كاملة في النضال والدفاع عن الفقراء والمستضعفين، واليوم هي في تونس أسطورة مع عمرها ما تموت.